أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: هل يقال بأن كل صفة فعلية هي ذاتية؟ أصلها ذاتية، أصلها تعلقها بالذات، من حيث تعلقها بالذات هي ذاتية. نعم. أحسن الله كما إليكم. سبق لكم لا يقال خالق، لا يخلق إلا من هو خالق، يعني متصف بالخالقية، وهذا في المخلوقين. ما يمكن تقول شخص أنه كاتب، أنه شخص يكتب، لا بد أن تصفه بأنه كاتب من قبل، موصوف. ما هو ما يسمى كاتب إلا لما كتب، هو كاتب من الأصل. نعم. فلها تعلق بالذات، الصفات الأفعال لها تعلق بالذات. نعم.